رجعنا لكم في البريم تايم، توقيتنا 37 دقيقة، هذه ساعتنا الأولى، ما زالت متواصلة معكم كما تعودتوا معنا في الوقت هذا. نمشيو لأحوال الطقس. دونك أجواء مستقرة بالنسبة لليوم، طقس صافي قليل السحب بأغلب الجهات، الريح اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة، سرعتها متعدش 30 كم في الساعة، بحال يكون قليل الاضطراب، ارتفاع طفيف متوقع في درجات الحرارة بالنسبة لليوم، تتراوح الحرارة بين 18 و 23 درجة بالشمال، والمرتفعات وتكون بين 20 و 25 درجة ببقية الجهات. طقس صافي بالنسبة لليوم، وأجواء رجعت مستقرة ليامات هذه بعد ليامات تاع الريح والأمطار اللي عشناها ليامات اللي فاتت. رجعنا معكم شوي آخر.